أينما كنتم لكم التحية في كل مكان. تواصلنا معكم مستمر على الهواء مباشرة صباح الشروق، وأنا سعيد جدا بأن يكون معي ضيفة في موضوع من الأهمية بمكان برضو افترض يتم الطرق عليه بشدة، لأنه مهم حقيقي ويخص شريحة معينة. إذا ما كانت موجودة في أي بيت، هي موجودة في نسبة مقدرة في بيوتنا السودانيين في بيوت بشكل عام. أنا سعيد بأنه استضيف دكتورة ناريمان صلاح الدين عبيد، وهي اختصاصي نفسي واختصاصي تنمية مهارات وتعديل سلوك مركز القلب السليم. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ، أهلا بكل المشاهدين. إن شاء الله نكون خفيفين عليكم ونقدم حاجة مفيدة لكل أسر أطفال التوحد. وده موضوعنا الأساسي اللي حنتناقشه، اللي هو أطفال التوحد بالتحديد. لانه انا زي ما قلت، هالمعلومه قلتها قبل شويه صحيحه، انه كما في بيتك في بيت جارك او كده بيكون في طفل اكيد طبعا اكيد. فلو تكلمنا عن طيف التوحد بنقول انه هو اضطراب نمائي عصبي، او ممكن نقول انه هو مشكله بتصيب الاطفال في مرحله الطفوله المبكره اللي هي قبل عمر 6 سنوات. طيب. اللي هي ما بين عمر سنتين، سنتين ونص، 3 سنوات. هنا الأسرة في المرحلة دي غالبا بتشك إنه طفلة عنده مشكلة ما. طيب. فنحن هنا بنرجع بنشوف الطفل كيف كانت ظروفه. نعم. كان عنده مشاكل أثناء الحمل، قبل الولادة، بعد الولادة. الظروف الصحية كانت كيف برضو أثناء الحمل، الظروف الصحية بتاعته أثناء الحمل وبعد الولادة وقبل الولادة. نعم. الأسرة بتنتظر طفلها هنا في المرحلة دي يكون متفاعل، إنه يتكلم، إنه يكون زول حركي، لكن هي بتصطدم بأعراض وسلوكيات مختلفة جدا. فهنا بتشخص الطفل بتوحد، فالأسرة بتكون متخبطة جدا، بتلجأ لطبيب، بتلجأ لعدة مراكز عشان هي تسمع كلمة إنه طمينة. هنا الأسرة بتحتاج لإرشاد نفسي، بتحتاج لدعم نفسي. حتى الأسرة، ما الطفل بس، حتى الأسرة. الأسرة بتحتاج لدعم نفسي ومساندة. ولازم من ضمن البرنامج بعد اتصال التوحد إنه الأسرة لازم يكون عندها دعم. طيب. نفسي. طيب، عشان نحن حنيجي لموضوع الأسرة ده والدعم النفسي للأسرة، كده نتكلم عن الأعراض. يعني ممكن تكون الأسرة ما موجودة في المدن الكبيرة، يعني في العاصمة أو في أي مدينة كبيرة، ممكن تكون في الريف. فمحتاجين نعرف اعراض طفل التوحد، يعني شنو الاعراض البارزه؟ الزول طوال، الوالد او الاخ مفترض ينتبه لانه في اعراض توحد نعددها يعني نشوف. طيب، الاعراض طبعا نحن بنعرفها عن طريق التشخيص، لانه نحن طبعا ما عندنا اشعه ولا تحاليل. طيب، اعراض عامه، انا كزول باسره وعندي طفل هو عنده توحد، قبل التشخيص عشان اوديه واشخصه، يلا ما له بكون مال الطفل ده. هي بيكون مجموعه من السلوكيات. طيب. يعني بتظهر عليه اعراض نمطيه او حركات نمطيه، في رفرفه. بيلف حوالين نفسه، بتنادي عليه وما بيسمع اسمه، وما ما بينتبه لك. نعم. ما بينفذ الاوامر. ما بيكون عنده تواصل بصري، يعني مثلا انا وانت حاسس في تواصل بصري. طيب. في مرسل، في مستقبل، وفي انا حسيه. هو ما عنده الحاجه دي. بيكون عايش في عالم وبراو. ايوه، بيكون انطوائي. نعم. ما عنده تفاعل. ما عنده اجتماعيات، ما بيتفاعل مع الاطفال. فدي كلها حاجات يعني بتخلي الاسره تنتبه انه طفلها مختلف جدا من الاطفال الاخرين. يعني نعم، الطبيعي انه الطفل يعني صعب يكون متفاعل وتسيطر عليه، ده صعبه مره. ايوه، كسر عدة وقصه عجيبه جدا ولعب مع الاطفال، ده طبيعي. من الحاجات برضو انه بكون هو فاقد للغة والكلام. يكون عنده مشكلة في الكلام، التأخر في الكلام هو برضو مشكلة. المشاكل انه الأسرة تنتبه انه في سن معين المفروض الطفل يكون على الأقل نطق كلمة، كلمتين. نعم. جملة، جملتين، او بقى يعني يردد كلمات يعني. المفروض الأسرة تنتبه للحاجة دي، انه تلجأ للتشخيص. اللي بتقولي ماما، بابا، يما. ايوه، في عمر معين، يعني في عمر سنتين المفروض الطفل يكون في جملة نطق كلمتين. ارتبط بالعباقرة احيانا. والله في. يا بالضبط، يعني في كم نموذج لعباقرة. أيوة. يعني أيوة. عندهم توحد الى هذا. أيوة. في نسبة مئوية للتوحد في العالم وفي الدولة في السودان؟ والله. يعني كم في المية تقريبا؟ يعني تقريبا بقول 1%. هي ما صحيحه لكن بنقوله يعني هي يعني تقريبيه. كل 100 طفل في واحد عنده توحد. ايوه. بتعالج؟ بتعالج في حاله اسمها التدخل المبكر. طيب.
التدخل المبكر. كل ما كان التدخل مبكر كان اكتشفنا الحالة في سن مبكرة. طيب. وكانت عندنا مساحة زمنية للعلاج. هنا الطفل في السن المبكر دي هي عمر سنتين لغاية 5 سنوات، ده بكون عنده فرصة للعلاج وبإذن الله بيتعلم ويرجع عادي زي الأطفال. أيوة. أما إذا كان اكتشفنا الحالة في سن متأخر اللي هي من 6 سنوات أو لفوق، فهنا الاستجابة بتكون ضعيفة جدا للعلاج. هنا أنا بعمل شنو؟ أنا بس بعلمه مهارات الحياة، إنه كيف يتعايش، إنه كيف يعتمد على نفسه. فبتكون العلاج بيكون سلوكي ولا ممكن تدخل جراحي مثلا؟ لا، هو مهارات. مهارات الحياة، تخاطب. طيب. تكامل حسي. ده اللي بتعمله. ده اللي بنعمله. أيوة. عشان نركز للمشاهد الكريم إنه كل ما كان بدري. أيوة. كل ما ممكن يرجع الطفل اللي هي بنحل مشاكل الإدراك والتفاعل الاجتماعي. وبنحل مشاكل اللغة. الحاجات اللي هو بيحتاج لها في الحياة. عندنا مشكلة ممكن تكون مواجهانا هنا في مجتمعنا السوداني، اللي هو في بعض الأمراض بنعتبرها وصمة. أيوة صح. أي يعني بنعتبرها زي العيب كده، فبيسوه مرة صح وما بطلعوا للعلن، ما بودوه يعالجوه. أنا ما أعرف القصة دي ممكن نقول فيها شنو يعني. المعتقدات انه بقول مثلا انه انا طفلي تاخر في الكلام، ليه؟ لانه ابوي يتكلم بعد 4 سنوات، وهو احنا عندنا حاجه طبيعيه. فدي دي كارثه، انه هي بتخلي الطفل بتضيع العمر العلاجي للطفل. فهنا بكون التدخل او الاستجابه للعلاج ضعيفه جدا، وللاسف في اطباء بتوجه لها الاسر، فبكون مثلا عمر 2 3، فبقول لهم دي حاجه طبيعيه، بما انه هو بيسمع فاكيد حيتكلم. هنا بيضيع العمر العلاجي للطفل. نعم. وممكن يقول له شيخ بمناسبه. ايوه، في بعض في الناس. معتقدات. في معتقدات انه في معتقدات زي دي كثيره جدا. معمول له عمل او كده او عنده مس. ايوه في معتقدات كثيره، لكن عموما الناس بقت يعني عندها ثقافه اكثر وعيا. ايوه، بقت واعيه جدا يعني للمرضى التوحد. يعني حسي الأم بقت واعية أكثر بسبب الدورات، الفعاليات، الورش والدورات التدريبية. نعم. للسوشيال ميديا. يعني بقوا يسمعوا، بقوا يعرفوا معلومات، يكونوا واعين جدا جدا للتوحد. طيب شنو بيقدم نفسيا للأسرة اللي عندها طفل توحد؟ إنكم أنتم كاختصاصيين يعني. طبعا اكيد انه توصل لهم معلومه انه طفلهم غير طبيعي، دي حاجه صعبه جدا جدا. لكن لازم يعرفوا الحقيقه يعني. هو حيعرفوها بالتدريج. انا بدي لهم بالتدريج، لانه لو مدت لهم بالتدريج بتحصل صدمه، وبعد الصدمه بيحصل الانكار. الانكار هنا بيضيح فيها منه الطفل. صحيح. فعشان كده بكون في دعم نفسي، وبكون في ورش ودورات تدريبيه للامهات وللابهات ذاته، انه يتعلموا كيف انه يطبقوا الجلسات دي داخل البيت. نعم. لانه 80% على الاسر. صحيح. ونحن علينا 20%. مهما كان المدرب او المعلم شاطر، نحن ما حنقدر نعمل حاجه لو الاسر ما اشتغلت معانا داخل البيت. وعملت اداره جلسه جوا البيت وطبقت الجلسات اللي نحن بنعملها. نعم. فالاسر عليها عبء كبير جدا جدا، فنحن بنقف معاهم، بندعمهم نفسيا وبنساندهم. يعني مبدئيا كده الاسره، كل الامهات والاباء. ايوه. الفحص المبكر نعتبره توصيات. ايوه. الفحص المبكر مهم جدا. ايوه. التدخل المبكر. الاسره ذات تتعاون. ايوه. الموضوع ما عيب. تعاون. ايوه. الحاجه دي ما عيب، حاجه ربانيه يعني. ربنا. صح. صح. ربنا هي جاب الاباء. فانت كل ما دخلت تدخل مبكر، كل ما انت انغصت طفلك، كل ما طفلك مشى في حاجاته في حياته، وكل ما تقدم وكل ما تعالج وكل ما يتعلم. عشان ما يحصل لبس بالنسبه للمشاهدين بشكل عام، الفرق كبير بينه وبين متلازمه داون طبعا. ايوه. يا ريت نشرحه برضه. التوحد هو يعني هو اضطراب نمائي. يعني هو بيكون شكله طبيعي جدا. ما بيظهر عليه اي، شكله جميل وطفل طبيعي. نعم. ما بتظهر عليه اي اثار يعني. ممكن يكون ذاته هو طفل طبيعي لغايه السن 3 سنوات، بيتفاعل وبيتكلم اي شيء، تحصل له انتكاسه. يبقي المهارات دي كلها، مهارات الكلام، مهارات التفاعل وكده. نعم. شنو اسبابه التوحد؟ لحد يومنا مع انه ما بيجي مع الولاده يعني، على حسب كلامك. حتى يومنا ده ما معروف. ما معروف له اي اسباب. زي ما قلت لك، هي عباره عن اعراض ومجموعه من السلوكيات بتظهر عن طريق تشخيص الطفل. اللي هي نحن زي ما قلت لك بنلاحظها، هي انه عليه رفرفه،
الحركات النمطية يلف يدور حوالين نفسه، ما ينفذ الأوامر لما نكوارك له ما ينتبه لاسمه كده. يعني الحاجات دي هي بس ان احنا عايش في عالمه بينشخص بها الأطفال التوحد. ممكن يسبب خطورة على نفسه؟ أكيد طبعا، هو ما عارف الخطر وين. ده مهم نتكلم أيوة عنه. أيوة ما في إدراك للحاجات الحوالينا، النار، الكهرباء، الموية، أكيد ما في إدراك للحاجات الحوالينا. عشان كده يا ريت الناس تكون واعية جدا وتتدخل تدخل مبكر جدا. معنى الكلام ده بتجدر الأسرة كبير. أيوة لمراقبته ومراعاته. أكيد والله العبء عليهم كبير، و والله إن شاء الله يعني نحن غايته في مركز القلب السليم بنقدم أن احنا خدمات للأسر ونقدم لأطفال التوحد، ومن هنا نحن نفتح بابنا لأي أسرة عندها طفل التوحد. الوصف دين وصف المركز عشان يقع للناس. المركز هو في الصحافة شرق شمال مستشفى إبراهيم مالك. نعم. في ولايات فيه؟ أيوة أكيد. مهم جدا لانه أيوة. الناس ما يعني احنا كان استقبلنا كميه من الولايات، ناس الولايات في الاجازه. فلما انفتحت المدارس هم رجعوا. نعم. فنحن برضه مفكرين انه نمشي عليهم ونقدم لهم خدمات هناك ان شاء الله. نعم، الاهتمام بهم مهم. يعني اسف كاس العالم ده مثلا في خطر هسه حاليا، حتى اطفال التوحد دخلوهم في دائره المشاهده. اكيد طبعا. عملوا لهم برنامج خاص في بيوتهم انه يتابعوا كاس العالم بشكل خاص جدا، بشكل محدد يعني، باعتبار انهم هم بيقولوا على حسب ما انا شفت التقرير امبارح ما بحبوا الضجيج. ايوه يعني أيوة. الضجيج والجوطه جنبه ممكن، لكن ده ما بكون طفل وصل لمراحل معينه في العلاج زي ما بقولوا عليه عبر يعني. بالضبط. ايوه معناه الاهتمام به تم من بدري. ايوه ان شاء الله عقبالنا ان شاء الله يعني كلنا نحن وانتم والاسر والمنظمات المجتمع المدني تشتغل على الحاجه دي. والله بقى في عي وفي بقت كميه من المراكز وكلها مراكز مؤهله من الاستاف ومن المعلمين ومن الاخصائيين ومن المكان ذاته. فان شاء الله نحن كلنا متعاونين كمراكز وكاخصائيين، وان شاء الله ما يكون عندنا اي طفل بتاع توحد يحتاج لانه يسافر برا، انه نحن هنا ده جوا السودان كلنا بقينا يعني مؤهلين تماما انه نحن نأهل الطفل لانه يمشي لقدام وانه يتعلم. في اسر بتسافر اطفالها برا؟ اكيد. وين بيتدولوا بالتحديد؟ بيمشوا مصر اكثر شيء. العلاج هناك ايوه متطور شويه. طيب التكلفة عالية طبعا. تكلفة عالية جدا والله، لكن طبعا معتقدات انه لو سافرت برا ولدي اكيد حيتعالج وكذا. فحتى العلم نحن بتاع مصر ده كله جانا هنا، يعني الناس بقت مؤهلة جدا وبقت واعية في العلم. نعم. وعندنا اخصائيين ممتازين واستشاريين. التكلفه عندكم كيف؟ بالنسبه للمركز؟ ايوه ده سؤال مهم جدا. احنا رعايه نهاريه. رعايه نهاريه بتفرق من الجلسات الفرديه. في مراكز عباره عن جلسات فرديه اللي هي الطفل بيجمع ولي الامر ساعه بياخد الخطه الفرديه بتاعته واحتياجاته جلسته وبيمشي. طيب. بس ان احنا في المركز عندنا من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 1 الطفل بيكون معانا، بيكون عنده جدول. نحن بنستخدم عدة برامج، عندنا برنامج لوفاس وعندنا برنامج تيتش. الطفل بيكون عنده جدول منظم وبخش عندنا ثلاثة أقسام اللي هي التخاطب والتكامل الحسي والمهارات، وعندنا أنشطة اجتماعية. وعندنا كل يوم اثنين نشاط خارجي اللي هو سباحة فروسية حسب احتياجات الاطفال. طيب يعني السؤال بشكل مباشر كده، متاحه يعني التكلفه دي متاحه للاسر السودانيه؟ يعني بيقدروا عليها ولا بيتراعوا للحاجه دي؟ مرات بيكون في اسره معسره يعني ما بتقدر على اكيد والله بتجينا اسر زي دي ونحن بنقيف معاها. يعني انا ما عايزه اتكلم في الموضوع، بس يعني جاتنا حاله زي دي انه طفل انه ما مستطيعين. نحن اخذناه يعني اخذناه بدون مقابل. ومجتهدين معه وان شاء الله حنصل معه. والله ان شاء الله. طيب عندك فرصه كلام اخير او اي ارشادات للاسر بشكل عام؟ والله انا بس بتمنى من كل الاسر لاحظت بعض السلوكيات على الاطفال من سن مبكره، انه لاحظتي على طفلك من سن او الشهر السادس انه مثلا هو ما بدي ابتسامه تعبير عن السعاده، او في الشهر الثامن انه هو ما بيقلد الاصوات او تعبيرات الوجه. برضو انت لازم هنا ترجعي لاخصائيين.
في شهر الثاني عشر او هو السنه انه هو الطفل ده ما قلد لك اصوات، برضه هنا ترجع يعني انت تكوني منتبهه جدا لولدك ولسلوكياته وتقارني بينه وبين الاطفال الطبيعيين. اشكرك جدا دكتوره ناريمان. الله شكرا جزيلا على وجودك معنا وهنتواصل لقدام في موضوع من الاهميه بمكان يعني فيما يخص هذه الشريحه ان شاء الله. اينما كنتم لكم التحيه، متواصلين معكم لكن فاصل ونعود نتواصل.